الموسيقى. السلام عليكم عثمان خويا عبدو. الله يعطيك الصحة خويا. اخويا عبدو كيدير بخير؟ كنتمنى بعدا تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله يزول هذا الوباء على جميع المسلمين يا ربي ان شاء الله. توحشكم بزاف. غير انا درت، غير بغيت ندير هذا اللايف على قبل، حيت اخويا شي ناس كيتشكاو من شي كونت في الفيسبوك، شي واحد دخل وقيلة بباج محمود بن حليب و دخل بها وقيلة بالعربية، وعنده كونت فيه الناس بزاف، عنده يعني متابعين بزاف. هذيك ماشي ديالي اخويا، يعني كنشوفو كيفاش غادي كيهضر مع الناس وبطريقة كيسب بها الناس. ديديكاس لك خويا كريش. ياك عثمان خويا، ما انا ماشي ديالي هذاك الفيسبوك وما كنلوح فيه والو، انا درت هاد الباج بالعاني باش تعرفوا هذاك ما كراتكم تسينياليو، حيت خويا كيجبد المشاكل بزاف وكيهضر بسميتي بزاف وكيسب يعني فراق كبار بحال الوداد، بحال فراقي ما عندهم ما كيسبهم. كنت تما انا زعما السمعه ديالي اللي كتخسر مع الناس. خويا قريب نرجع ان شاء الله، كنتسنى يحلوا لينا ان شاء الله تحنا نرجع، تحنا توحشنا البلاد بزاف. خويا احنا الحمد لله بعدا بديت كنجري، بديت كنضرب البالون بخير الحمد لله، وان شاء الله كنتسنى. ودابا سمعنا بان البطوله صافي تحبسات، وكنتمناو ان شاء الله يعني نكونوا في شهر 8 ان شاء الله، يعني كل شيء يكون مقاد ان شاء الله يا ربي. دي ديكاس لك اخويا عبد العزيز ارسونال، تحياتي لك. غياب عندك شي يدي عليها ولا مازال؟ خويا هشام الحمد لله بخير، كاين تحسن بزاف، بدينا كنضربوا البالون، بديت كنجري اي شويه شويه، خصنا صحافه شويه وان شاء الله غنرجعوا. انا توحشكم اخويا بزاف والله، توحش الشعب الخضراء كاملين. انا اخويا غير يتحلوا الحدود ان شاء الله نرجع. وعبد الواحد والله ما امين يا ربي، والله يشافي جميع المسلمين يا ربي من هذا البلاء اللي موجود عندنا في الدنيا يا ربي. ديما راجع اخويا. خويا دابا على ما كنت بعدا شهر 8 ان شاء الله نرجع ندخل مع الفرقه، باقي ما عرفناش. فيصل شهر 8 ان شاء الله نكون مع المجموعه. دابا انا سمعت بان البطوله وقيلا تحبسات، مي ان شاء الله شهر 8 نكون مع المجموعه. الله يحفظك خويا محمد، ربي يخليك، شكرا بزاف، ربي يخليك، احسن اسامه في العالم. انا حاصل في قطر. تحية الناس الريف اخويا كورفا ماغانا، احسن اسامة في العالم ان شاء الله. اخويا مازال اعوام ان شاء الله جاية، احنا مازال مع الرجاء قايل ان شاء الله تنعتز الكورة. ديديكاس لك اخويا مبارك وديما رجاء ان شاء الله. باقي ما عرفتش اخويا يوسف بعثمان، ما عرفتش اخويا ان شاء الله. انا درت لكم هاد لايف باش تعرفوا اخوتي، حيت كاين واحد داير في باج اوفيسيال فيسبوك يعني ماشي ديالي، يعني ما تبقاوش تبعوا شي حاجه الا كان كيسب الناس ولا شي حاجه، ولا كان كيدير الناس رزقهم ولا شي حاجه، راه ماشي ديالي. انا درت لكم لايف باش تعرفوا انا عندي نيت سيونس ديال لونطريمون، لقيتوني كنتريني دابا هانت. والله الا خدام، وبغيت ندير لكم هاد لايف يعني توحشتكم بزاف، وكنتمنى ان شاء الله امتى تنرجع ونكون مع المجموعه ونفرحكم يا ربي،
كون كنت فرحتكم نعاود نفرحكم يا ربي. وراه توحشناكم بزاف، وان شاء الله سمحوا لي بزاف 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 الظروف اللي بعدتنا عليكم، وهذا البلاء حتى هو بعدنا عليكم. كنشكركم بزاف، باي باي.